نكمل كلامنا يا جماعة النهاردة عن إيه أسباب الطلاق بالنسبة للناس اللي بتهاجر وبتيجي كندا أو أمريكا. بس من السبب الأسباب برضو الرئيسية الـ lack of spirituality. lack of spirituality دي اللي هي نقص الروحانية أو نقص التدين، إن مفيش ربنا وإن أغلب الناس هنا مش بتؤمن بربنا، وإن أنا أؤمن دلوقتي بنظرة التطور، وإن أنا أؤمن بالبيج بانج ثيوري والحاجات دي. طبعا انا مش هخش في التفاصيل يعني دي ايه ولا ليه ولا فين، بس ملخص كده ان المفاهيم دي كلها بتخليك انت بقى ما بيبقاش فيه set of values or set of moral guidelines، لان هي الدين والروحانية وان انت ما تسرقش ما تكذبش ما تعملش مش عارف ايه، دي اسبابها بالنسبة للثقافة بتاعتنا. هو انت بتعملها لان انت بتتبع دين معين والدين ده بيعلمك واحد اتنين تلاتة. اذا انت السبيرتشواليتي دي قلت، ومش بس قلت نتيجة ان انت غيرت طريقة تفكيرك، لا ممكن تكون قلت لان ما بقاش في جامعة تصلي فيه، ما فيش كنيسة تصلي فيها، ما فيش كتب معينة بتحبها، بقيت الناس اللي حواليك بقى البير بريشر ان هو يا عم ما فيش لربنا ولا الكلام دوت، وكل حاجة احنا اكتشفنا كل حاجة، والكون ده اتخلق من 13.8 بليون ييرز. بس انا فاهمك برضو ان المفاهيم دي ما هيش صح قوي، لانها بتدي انطباع بص في نظرية التطور. اه تمام، بس مش انت اللي عملتها، في تطور انا مثلا بس مش انت اللي عملته. اوكي، في البيج بانج وان الكون ده ابتدى من 13 بليون سنة فاتت. ماشي، برضو في ناس فينا غلطة بتحصل ان هو لما بيكتشف حاجة في العلم indirect كده بيحس ان هو اللي عملها، يعني هو انت اكتشفتها بس ما عملتهاش. بس anyway مش هنخش في التفاصيل، لكن انا احنا لما يبقى احنا عندنا set of values، يعني زي ما بقولها تاني، ابغض الحلال عند الله الطلاق، او لا طلاق الا لعلة الزنا، لما يكون ده الفاليو، واحنا حتى احنا ما بنحبش بعض قوي بس هو دي الفاليوز اللي احنا الاتنين بنقرب منها، في الاخر هنبقى مع بعض. حتى لو احنا بنصلي مثلا مع بعض او بنروح الكنيسة مع بعض، ادي الكنيسة اهي او ربنا اهو، انا بقرب من ربنا وانتي بتقربي من ربنا، اللي هي نظرية المثلث دي، ففي الاخر هنبقى مع بعض حتى لو احنا لسه برضو مختلفين، بس في نقطة احنا بنتقابل عندها. حتى لو مفيش روحانية ومفيش ربنا، حتى بلاحظ الناس اللي هي مثلا بيبقى ليهم قضية معينة بيدافعوا عنها، بتلاقيهم بيقربوا جدا لان القضية دي بتلمهم، يعني بندافع عن الهوملس مثلا وفتحين شلتر للهوملس، وهي دي القضية اللي بيساعدوا بيها الناس وكده، بتلاقي القضية دي اللي بتلمهم. او احنا بنساعد الاطفال اللي ما عندهمش، اللي في فوستر هومز مثلا، وهي دي القضية اللي شغلهم طول الوقت. تلاقي القضية حتى لو في اختلافات، تلاقي المثلث ده زي ما قلت لك لما بيبقى فيه نقطة احنا متفقين عليها موافقين عليها، هي دي ساعات بتلمنا لما بنختلف. في حاجة تانية اقول لك برضو، ان انت الروحانية دي من الحاجات اللي بتهدي الانسان وبتساعد بيتر منتل هيلث، والكلام ده مش كلامنا، دي كلام كل اغلب I would say يعني 90% of the research in spirituality and mental health it show positive association between spirituality and mental health. ازاي يعني؟ يعني الناس دي عندهم بيتر منتل هيلث، الناس دي بتكوب بيتر ويز إلنس ايا كان، يعني الناس اللي عندها هاي سبيريتشوال فاليوز دي بتكوب بيتر ويز إلنس ايا كان منتل إلنس او سايكولوجيكال إلنس، بيكسبيرينس ليس ديبريشن يعني اقل في الاكتئاب، بيريكفر كويكلي فروم ديبريشن اذا هم حتى اكتئبوا، وده بيحصل كتير ان انت بتيجي هنا بتعاني من انكزايتي، بتعاني من ديبريشن، بتعاني من ستريس، ان الناس اللي ليها سبيريتشوال فاليو دي بيبقى اقل انكزايتي، اقل ديبريشن، اقل ادكشن، اقل الكحول ابيوز. حتى وجدوا ان ريليجيوس بيزد سايكوثيرابي اللي هو ريليجيوس بيزد او فيث بيزد كونسلنج از مور افكتيف ذان سيكولر كونسلنج. ده يقول لك ان برضو السبيريتشوال مينينج دي بتضيف للمنتال هيلث وبتخلي الناس اصحاء نفسيا، والصحه النفسيه دي من الحاجات اللي بتقوي وبتدعم الجواز. من حاجات تانية برضو اللي احنا بنشوفها بتزود الطلاق للناس الجدد النيو اميجرانت، الانرياليستيك اكسبكتيشن اللي هي التوقعات الغير واقعية. توقعات غير واقعية للدولة نفسها، ان الدولة هتخليك مبسوط، وان الدولة هتجيب لك شقة بلاش، وتجيب لك عربية بلاش، وتجيب لك شغل، وتجيب لك عيالك لبس، والكلام ده ما بيحصلش. فالانرياليستيك اكسبكتيشن دي بتخلي الناس في انجر وريزنتمنت غير عادي. الانجر ده اما يبقى موجود بيطلع في
على مراتك وعلى عيالك وعلى كل حاجة، اللي انت كنت متوقع ان البلد هتعمل حاجات معينة وطلعت ما بتحصلش. في برضو unrealistic expectation لشريك الحياة، ان جوزي ده هيفرحني وياخد باله مني ودايما يسمعني ودايما بيبقى في كلام ما بيننا ودايما بياخد باله من غير ما اتكلم ايه اللي انا حاسة بيه، والكلام ده مش حقيقي. هتقول لي امال ايه اللي جد؟ هو اللي جد ان في مصر كان في حاجه اسمها ايموشنال ديفيوجن. يعني ايه ايموشنال ديفيوجن؟ ان انت مشاعر الغضب او الحزن او الكره او ايا كان المشاعر الوحشه بتتوزع فين؟ بتوزع على الاهل، بتوزع على الصحاب، بتوزع على الكنيسه، فتلاقي ده بتفضفضي هنا شويه وتفضفضي هنا شويه وتفضفضي هنا شويه، بتيجي هنا بقى مفيش حاجه خالص، انفصال عن الاهل، انفصال عن الاصحاب، انفصال عن الكنيسه، انفصال عن الشغل، دراسه جديده، لغه جديده، مفيش فلوس، كل ده الضغوط دي ومفيش طريقه ان انت تفنت بيها. فانت متوقع قال ايه جوزي بقى المفروض كده، بس تيجي كلهم يشتكوا لا ده جوزي ما بياخدش باله مني. هو جوزك زي ما هو، بس المشكله اللي انت عندك دلوقتي مشاعر وحشه 100% كانت متوزعه 20% في كل حته، دلوقتي انت عاوزه تدي 100% على جوزك، هو مش قدها، هو اصلا عاوز اللي يشيله هو كمان. فدي من الحاجات اللي الضغوط النفسيه بتسبب زياده في معدلات الطلاق. من الحاجات التانية الضغط النفسي اللي انا عاوز اقولك عليه الاسترس، ان انت الضغط النفسي ده هيسبب شوية مشاعر نفسية. المشاعر دي ممكن تبقى حزن، غضب، كآبة، عدم رضا، قلق، كره. حلو، فانت لما بيبقى عندك المشاعر دي موجودة، في حاجة اسمها في الطب النفسي بروجيكشن، اسقاط. اسقاط ازاي؟ ان انت لو عندك غضب هتقدر هتحاول تجيب مواقف تطلع فيها الغضب ده تاني، هتجيب مواقف تطلع فيها الغضب. يوم جوزك مثلا راح الشغل وما بعتلكيش رساله او ما كلمكيش بقاله 8 ساعات مثلا قاعد في الشغل ما كلمكيش، هشفت مش معبرني انا الجاريه اللي جابوها عشان تخدمه. مع ان انت لو ما عندكيش مشاعر الغضب ده ممكن تبصي على الموضوع تقولي شوف جوزي يعني تعبان 8 ساعات شغل متواصل مفيش حتى وقت يعني يكلمني فيه، يعني الراجل تعبان، انا مقدره جدا. شوف انت لو عندك حب هتطلع هتجيب اكسبلانيشن للمواقف بطريقه حب، لو انت عندك غضب هتجيب مواقف تطلع فيها الغضب. وده المشكله ان ده unconscious، يعني ايه؟ بطريقه غير واعيه. انا بقوله لك دلوقتي هتلاقي كل اللي بيسمعني يقول لك ما بنعملش كده يا عم، هو فقري لما بيبقى فقري بيبقى فقري، هو ما بيبقى مقرف بيبقى مقرف. فالمشاعر السلبية دي لو موجودة انت هتدور على مواقف ان انت تطلعها خلال المشاعر دي، سوري هتدور على موقف تطلع في خلاله المشاعر السلبية دي، فهتلاقي المشاكل بقت كتيرة. يعني هو الموضوع مش 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 حدث سبب مشاعر، لا هو مشاعر موجودة هنجيب احداث بقى نطلع فيها المشاعر دي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون الكلام بتاعي واضح وسهل الفهم. انا عارف ان ساعات الحاجات النفسيه دي بتبقى صعبه الفهم شويه، بس هنكمل الحلقه الجايه ايه اسباب الطلاق. شكرا.